السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن الويت كي. انا عارف ان احنا اتكلمنا عنها قبل كده، بس كانت في عجاله كده، بس في شويه حاجات محتاج نوضحها بحيث ان شاء الله لما تيجي تقرا مثلا كود بره او اي كتاب او اي حاجه تبقى فاهم هو بيكتب الكلام ده ليه. تمام، فالموضوع مهم ان شاء الله وخليكم معايا. تمام، فاول حاجه طبعا يعني ايه احنا كنا بنستخدمها ليه. احنا طبعا عارفين لما احنا بنيجي مثلا نعرض صوره محتاجين ان احنا ننادي على الويت كي ديت عشان تخلي البرنامج يستنى بحيث ان احنا نقدر نشوف الصوره ويعرضها. تمام، يعني مثلا لو انا جيت هنا وعملت كومنت الويت كي ديت، تمام، شوف ما فيش الصوره اتعرضت. تمام، فعشان كده احنا بنخلي الويت كي ديت موجوده عشان نقدر نعرض الصوره ونشوفها. تمام، طيب بعد كده الويت كي ديت بتاخد بارامتر واحد اللي هو مين، اللي هو القيمه الوقت اللي هيستناه بالملي ثانيه. تمام، طيب بعد كده لو انت اديت له القيمه ديت بالصفر او بالماينس، يعني بالقيمه السالبه، يعني مثلا لو اديت له مثلا قيمه سالب واحد مثلا ولا حاجه، هيفضل شغال على طول لحد ما تتك على اي زرار على الكيبورد، وبعد كده بقى هيوقف البرنامج يعني. تمام، فهو هيفضل شغال اهوت لحد ما تتك على اي زرار على الكيبورد. تمام، هيوقف. تمام، وبعد كده هو طبعا ما بيوقفش البرنامج، هو بيجي مثلا ايه، يعني مثلا هنا لو انا قلت برنت هاي مثلا، تمام، فهو هنا شوف يعني ما عملش برنت. اول ما انا هتك مثلا على زرار الكيبورد هيبدا بقى يكمل بقيه البرنامج، تمام، اللي هو هاي. تمام، فهو بقى ايه يعني كانه بيعمل ستوب كده وبعد كده ما بينفذش اي حاجه بعدها. تمام، طيب ده بالنسبه لو انت حطيت قيمه صفر او اي قيمه سالبه هيفضل هيعمل الكلام ده. طيب افرض بقى انا مثلا حطيت قيمه اكبر من الصفر، لا لو حطيت قيمه اكبر من الصفر مثلا، يعني مثلا حطيت قيمه مثلا 500، معناه ان هو كده هيستنى نص ثانية. 500 مللي ثانية معناها نص ثانية، هيستنى نص ثانية بس لو انت ما اتكتش على اي زرار في الفترة ديت. تمام، ايه والفترة خلصت خلاص هيوقف عرض الصورة ويكمل تنفيذ البرنامج. لو انت مثلا اتكيت على الزرار في الفترة ديت، خلال الفترة ديت خلاص هيطلع من البرنامج، تمام، او هيطلع من الصورة ويكمل تنفيذ البرنامج عادي. تمام، فتعال مثلا نشوف هنا مثلا خلاها 500 اهوت، معناها نص ثانية اهو. انا في ساعتها بقى اتكيت ما خلتوش استنى. لو انا خليتها مثلا 5000 معناها 5 ثواني. تمام، اهو فايه دي الفكره. انا بقى كل دي بتك على الزرار. تمام، فافرض مثلا ان سبتها المفروض 5 ثواني وهيطلع لوحده اهو، انا ما اتكش على اي حاجه على الكيبورد خالص. تمام، فدي الفكره اللي فيه. طيب دي ممكن انا استفيد فيه بايه، ان انا ممكن مثلا احدد زرار معين على الكيبورد، وبعد كده لما اتك على الزرار ده اقدر ان انا ايه اطلع من البرنامج مثلا ولا حاجه، او اقدر مثلا ان انا انفذ حاجه تانية والكلام ده كله. تمام، طيب الفكره مثلا ايه الفكره، تعال مثلا نخش هنا، تعال انقله ديت تحت خالص اهو، تعال نعمل كومنت لده. الفكره ان هو مثلا هنا اهو احنا هنبدا يعني مثلا احنا انا عايز اعرض مثلا الوايل ترو ديت، هنستخدمها كتير جدا يعني، حتى ان شاء الله في الفيديوهات الجايه لما نشرح الفيديو كابتشر وازاي ان انت تقدر تعرض فيديو والكلام ده كله، احنا مش هنستخدم الا وايل ترو. تمام، وايل ترو بس عشان نقدر نعرض فريمز كتيره او صور كتيره ورا بعض على طول. تمام، ايه طيب احنا هنعرض الصوره بتاعتنا، وبعد كده الويت كي. الويت كي لما باجي مثلا برجع القيمه بتاعتها بقى بترجع قيمه ايه، لو انت اتكيت ما اتكيتش على اي زرار خلال الفتره ديت هترجع سالب واحد. تمام، يعني مثلا خليتها تشتغل مثلا لمده 5 ثواني، لو انت ما يعني مثلا ما اتكيتش على اي زرار خلال الفتره ديت هتفضل ترجع لك سالب واحد. تمام، انما لو اتكيت على الزرار في الفتره ديت خلال 5 ثواني هترجع لك الاسكي كود بتاع الزرار ده. تمام، فمثلا لو انت اتكيت في الفتره ديت صفر ماشي، فهترجع لك 48، ده الاسكي كود بتاع الصفر. تمام، طيب فبعد كده طب ازاي اعرف الاسكي كود بتاع يعني زرار معين على الكيبورد، اعرفه ازاي؟ في حاجه في البايثون اسمها اورد اللي هي الميثود ديت. تمام، دي بتاخد يعني كاركتر يعني حرف واحد بس، فتدي لها مثلا ايه الحرف واحد وتشغله. يعني مثلا تعالى كده نشوفها، تعالى مثلا هنقول له هنا بايثون، لو قلت له اورد زيرو 48، فهو اداك هنا 48، دي الاصل كوب بتاع الصفر. تمام، دي بتاع كيو وهكذا يعني. تمام، فانت كده تقدر تجيب اي حرف على الكيبورد ماشي، وتقدر تحطه هنا وعلى حسب ما انت ما تحتاج او حسب انت ما تختار يعني. تمام، دي بالنسبه للسؤال الاولاني. طب مثلا طب تاني حاجه ايه لازمتها الجزء ده، يعني ممكن انت في شروحات كتير جدا تلاقي دايما بيحط الجزء ده، انا مش فاهم يعني هو بيحطه ليه. هقول لك يا سيدي،
الفكرة ان لو انت مثلا الرقم ده عبارة عن هيكسا ديسمال نمبر، تمام؟ فالفكرة لو انت جيت مثلا الويت كي بترجع لك الاسكي كود بتاع الحرف اللي انت اتكيت عليه على الكيبورد، في زرار اسمه نوم لوك موجود على الكيبورد كده فوق على اليمين، تمام؟ لو الرقم، لو الزرار ده كان متفعل، تمام، لو انت اتكيت على حرف معين مثلا ممكن ترجع القيمة بتاعته اللي ترجع لك من الويت كي تكون مختلفة عن الاورد، تمام، القيمة اللي هترجع من الاورد ديت، وبالتالي كده البرنامج مش هيعرف يطلع، او مش هتقدر ان انت تستخدم الحرف ده او الزرار ده عشان تطلع من البرنامج او تكمل تنفيذ الكود. فالفكرة مثلا ايه؟ يعني مثلا حاجة شبيهة ان يعني لو انت مثلا الحرف بتاع كيو ده، تمام، لو انت اتكيت عليه وكان النوم لوك متفعل ماشي هيرجع لك القيمة دي، انما لو كانت اتكيت عليه ومن غير النوم لوك ما يكون متفعل هيرجع لك القيمة دي. هو الصراحة انا جيت يعني ايه جربت الكلام ده من غير نوم لوك ومن غير ولما كان النوم لوك مشتغل شغال فالاتنين رجعوا له نفس القيمة اللي هو القيمة بتاعتهم عادي خالص مفيش أي مشكلة، تمام. فأنا مش عارف بقى صراحة ايه المشكلة هنا، بس يعني ايه كزيادة احتياط برضك تحطها عشان هو ده بيختلف من نظام لنظام، يعني ممكن على ماك أو لينكس يبقى مختلف عن الويندوز، فأنا مش عارف. فأنت اضمن نفسك يعني وكده وحط الجزء ده. طب ماشي، احنا حطينا الجزء ده، هو بيعمل ايه أساسا؟ هقول لك يا سيدي، هو الرقم ده يعني الهيكسا ديسمال نمبر ده عبارة عن باينري، يعني لما يجي تحوله الباينري هيرجع القيمة دي اللي هو عبارة عن ايه، عبارة عن تمن وحايد. فلما انت تيجي وتعمل اند اوبريتور ماشي وبعد كده يرجع لك مثلا قيمة مثلا كده، يعني مثلا ايه 1 0 0 1 1 هكذا يعني، او 0 0 1 1. فلما انت تيجي مثلا تعمل اند اوبريتور مثلا مع القيمه ديت، دي معناه ايه؟ معناه ان انا عايز اخر 8 بت بس. فالرقم ده لو انت جيت الرقم ده اهو لو انت جيت حولته الباينري، تعالى كده اعمل لك هنا بايثون وبعد كده كتبت مثلا باينري وبعد كده حطيت الرقم اللي عندي ده، هو ده هيرجع لي مين؟ دي كده الباينري كود بتاعه، دي كده الباينري كود، تمام. طيب شوف بقى، خلي بالك لما نكتب مثلا باينري الرقم التاني اللي هو 99، لو جيت لاحظت هتلاقي ان هنا، تعالى ثانية واحدة نقول له كنترول اف كنترول سي اهو، هتلاقي الاتنين هما شوف يعني نفس الرقم بالظبط، هتلاقي اخر 8 ارقام موجود في الاولاني هما نفسهم الثمان ارقام التانيين، الثمان ارقام بتوع الجزء الثاني اللي هو 99، فتلاقيهم نفسهم بالظبط، يعني الرقم الكبير اخر 8 ارقام فيه هم نفس الثمان ارقام بتوع الرقم الصغير، تمام. فالفكره بقى ان هو مين، ان هو لما بيستخدم الاند اوبريتور ده، تمام، هو الاند اوبريتور عارفين طبعا ان هو مش هيدي لك قيمه او مش هيرجع لك قيمه الواحد او قيمه صح او قيمه او ترو الا لما يكون الاثنين ترو او الاثنين واحد، تمام. انما لو واحد مثلا، لو مثلا الجزء الاولاني واحد والجزء الثاني كان صفر فهيرجع لك صفر، تمام. فالفكره ان هو مثلا لما تيجي تعمل الجزء ده هنا مثلا، تمام، فلما انت تيجي مثلا تجيب ده، هو تعالى هنا مثلا معلش اهو، تيجي تعمل معاه هو بيبدا من اليمين، يعني بياخد اول واحد على اليمين واول واحد على اليمين، هنا واحد واحد يرجع لك واحد، واحد واحد يرجع لك واحد، هيبقى قابلك 3 اصفار ومعاهم قصادهم واحد يرجع لك صفر، وبعد كده واحد واحد يرجع لك واحد، وهكذا هيرجع اخر 8 ارقام. يعني طيب دولت كام؟ دولت 7، دولت 7. طبعا الصفر اللي على اليمين مش هيفرق فملهوش اي لازمه، بس هو الفكره يعني ان هو كده بيرجع لك اخر 8 ارقام موجودين في الرقم ده، اخر 8 ارقام، تمام. لو انت جيت طبقتهم هتلاقيهم نفس اخر 8 ارقام موجودين هنا، قلنا طبعا الصفر اللي على اليمين ما بيفرقش، تمام. فدي الفكره بتاعت الجزء ده بس، اللي هو الفكره ان هو مثلا ان الحروف او القيم اللي بترجعها للويت كي ممكن تختلف، فاحنا بس ايه بيتفقوا في ايه؟ بيتفقوا في اخر 8 بت، اخر 8 بت في الباينري كود بتاعهم. فلو انت جيت حولتها الباينري وخدت اخر 8 بت بس هتلاقيهم الاثنين بيساووا بعض بس، فدي الفكره كلها في الجزء ده بس، تمام. ودي الفكره بتاعت الاند اوبريتور ان هو لازم يكون الاثنين شبه بعض والكلام ده كله، تمام. فدي الفكره، يعني هي ديت قابلتني كتير وانا كنت بعديها يعني مش فاهم هو بيعملوا ايه، يعني ديت لازمتها ايه، بس فلما جيت بحثت وعرفت يعني فلقيت ان هو يعني ايه، لا 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 استخدام مهم جدا، يعني عشان حسب برضك يبقى الكود بتاعك يقدر يشتغل على اكتر من نظام، يعني لو اشتغل على لينكس اشتغل على ماك على اي جهاز يقدر يشتغل ما فيش اي مشكله، تمام. ف
فدي جزء مهم جدا، كنت يعني حبيت ان انا اشاركه معاكم الكلام ده. فبس فهو دي نهاية الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا منه وعجبكم. فياريت لو لسه مشتركش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.